شو هاي الصورة اللي بحطها في آخر الفيديو؟ راح أحكي فيها عن ترتيب الـ SMGs بالمرة. هاي الصورة بتطلع بعد ما أنا بحط التعديلات المناسبة للأسلحة، بعدين بقارنها مع بعض. فالسهم الطالع بيأشر على قديش أنت بتحتاج وقت لتقتل اللاعب، والسهم اللي على اليمين بيورجيك كم اللاعب بعيد عنك. فمعناته كل ما كان ترتيب السلاح لتحت، كل ما كان الوقت اللي بيحتاجه ليقتل اللاعب أقل، وهذا الإشي راح يتغير حسب بعد اللاعب عنك. فأول سلاح تحت هو الـ MP5 Cold War، وراح تلاقيه بتفوق على بقية الـ SMGs لحديت مسافة تقريبا 11 متر. فإذا كملنا على بعد اللاعب، راح تلاقي بأنه الفينك بيجي لمسافة صغيرة، بعدين من 13 متر بيجي الباباشا، بعديها الـ LC10 من 20 متر لتقريبا 25 متر، بعدين بيرجع الباباشا لباقي الأمتار. فإذا استخدمت هاي المعلومة صح، فكل سلاح من هدول الأسلحة اللي حكيت اسمهم في له مسافة معينة بتفوق على كل الـ SMGs. طب هذا معناته إنه بقية الـ SMGs على الفاضي؟ لا، فنرجع لسلاح الـ MP5 Cold War. فبعد الـ 11 متر راح تلاقي بإنه الفينك، PPSH، Bullfrog، MP7، Mac10 والـ LC10 بيقدروا يدونون للي بيلعب بالـ MP5. كل ما كنت تعرف تستخدم سلاحك أكثر وتصيب أكثر، راح يكون له دور أكبر بإنك تدون اللاعب. فهذا هو الجواب للي سأل حاله